اجتمع سمو الشيخ صباح خالد الحامد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف وبحضور معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح مع عدد من القيادات والمسؤولين في وزارة الصحة. واستمع سموه إلى شرح للإجراءات التي قامت بها الوزارة الصحة خاصة مع تزايد أعداد الإصابات والخطط المتبعة في تعاملها مع هذا الوباء، وكذلك سبل العزل وإجراءات التقصي المتبعة والقدرة الاستيعابية لمرافق العزل ونسبة الأشغال بهذه المرافق، وكذلك السعة السريرية ووحدات العناية المركزة للمستشفيات والمراكز الصحية. كما استمع سموه لخطة الوزارة لزيادة السعة السريرية للوحدات التمريضية ووحدات العناية المركزة، وتم عرض إحصاءات حول الحالات المسجلة والحالات التي تتلقى العلاج وحالات العناية المركزة، وعرض توزيع الحالات حسب الجنسية والنطاق الجغرافي. ثم شرح المسؤولون ما تقوم به أجهزة الوزارة المختلفة في تدعيم المخزون الدوائي بكافة احتياجاته والحرص على متانته، وبيان أوجه الصرف خاصة في هذا الظرف الطارئ، ونسب استهلاك الأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التمريض وكافة المستلزمات الطبية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استكمالا للقاءات المتواصلة مع معالي الأخ وزير الصحة، كان هناك اليوم لقاء مع قيادات وزارة الصحة بحضور الوزير، وكان الهدف لمراجعة الخطط الصحية الحالية والمستقبلية وإعادة تقييم الوضع عبر دراسة كل الخطوات لعرضها على اللجان المختصة في مجلس الوزراء ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء في الأسبوع القادم إن شاء الله لإقرارها بعد دراستها. وأود أن أغتنم هذه الفرصة بتجديد الشكر والتقدير إلى الكوادر الطبية من دكاترة ممرضين وفنيين وإداريين على الجهد الجبار اللي يقومون فيه على مدى 3 شهور الماضية من تشرين في كل أنحاء الكويت وفي كل الأوقات لمواجهة متطلبات هذه الأزمة الصحية، إضافة إلى عملهم في المستشفيات ومراكز الصحية والمستوصفات للمراجعين والأمراض الأخرى. نحن نواجه أزمة صحية تداعياتها وإفرازاتها وأثرها امتد إلى كل القطاعات، لكن لله الفضل والمنة أولاً وبتوجيهات سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، توجيهات سمو ولي العهد، سخرت الدولة كل إمكانياتها لمواجهة هذه الأزمة الصحية، وعلى مدى 3 شهور اللي واجهنا فيها كل متطلبات المواجهة كانت هناك الحمد لله منظومتنا الصحية لها كل الشكر والتقدير، منظومتنا الأمنية لها كل الشكر والتقدير، يساندها الجيش والحرس الوطني والإطفاء، أجهزتنا الحكومية في وسائل الإعلام الرسمية وفي البلدية والتجارة والشؤون المراقبين والمفتشين والمراسلين في الميدان يواجهون الخطر حتى يقدموا خدمة لبلدهم. مخزوننا والحمد لله الغذائي متين ووفير، شاهدنا الضغط الكبير اللي تعرض له مخزوننا الغذائي نتيجة للهلع وللسلوك الغير منضبط، ولكن بحمد الله وفضله بين التخطيط الجيد والإعداد لمثل هذه الظروف كان محكم، والحمد لله
نؤكد بأن ما يعني يتوفر لنا من مخزون غذائي مطمئن ووفير، وإن شاء الله يعني نستثمر كل البر والبحر والجو لتعزيز هذا المخزون الغذائي. أيضا مخزون الأدوية، الضغط الكبير اللي كان خلال الثلاث شهور الماضية بيّن بأن التخطيط السليم وبناء المخزون كان في محله ومردودة الطيب اللي قاعدين نشوف نتائجه. فالحمد لله يعني أطمئنكم بأن مخزوننا الدوائي والأجهزة وكل المعدات الحمد لله متوفرة، ونبذل كل جهد لاستثمار أي فرصة في العالم لجلب المزيد من هذه المتطلبات. نحن نحرص على الجودة وسرعة التوصيل والمنافسة في الأسعار، ولكن ماخذين بعين الاعتبار كل الأوضاع اللي مر فيها العالم من صعوبات نتيجة لهذه الأزمة الصحية. أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، وإلى أختي وأخواني أعضاء المجلس على تفهمهم وتقبلهم للإجراءات القاسية اللي تقوم فيها الحكومة في إدارة هذه الأزمة. وكلنا نعرف بأن نواجه أزمة صحية شرسة وقاسية تتطلب القيام بإجراءات قاسية، أيضا تقبل إخواننا في المجلس في تأجيل جلسات المجلس يأتي انسجاما واتفاقا مع الإجراءات اللي يعني تطلبها السلطات الصحية، اللي من خلالها يعني قمنا بإجراءات جدا قاسية اللي هي تعطيل صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة التراويح وصلاة القيام بهذا الشهر الفضيل، إغلاق دوائرنا الحكومية، إغلاق مدارسنا، إغلاق الكويت برا وجوا وبحرا إلا للشحن وعودة مواطنين ومقادرة المقيمين. هذه إجراءات يعني استكملت بالحظر الشامل اللي أنا أوجه كل الشكر والتقدير لكل الشعب الكويتي والمقيمين على تقبلهم وتفهمهم لهذا الإجراء. إن شاء الله يعني الالتزام بهذه الإجراءات راح يقودنا إلى سرعة إن شاء الله العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. نحن في أمس الحاجة إلى عقد جلسات لمجلس الأمة، لدينا إقرار لقوانين تساعدنا في إدارة هذه الأزمة. نحن نود أن نطلع كمان أعضاء مجلس الأمة على كل الإجراءات اللي تقوم فيها الحكومة في إدارة هذه الأزمة الصحية. أيضا لدينا يعني كل المعلومات اللي تمت في التعاقدات أثناء هذه الفترة لعرضها بتقرير متكامل إلى مجلس الأمة. صحيح نحن طلبنا من ديوان المحاسبة بدراسة كل التعاقدات اللي تمت بهذه الفترة، ولكن حريصين على أن نشارك إخواننا في مجلس الأمة في كل التفاصيل المتعلقة بهذه التعاقدات ضمن ظروف العالمية الصعبة اللي الجميع يدركها ويعرفها. أكرر شكري وتقديري لكل المواطنين والمقيمين على التزامهم بالإرشادات الصحية والالتزام بما هو مطلوب في هذه المرحلة. إحنا نمر في مرحلة الآن تقتضي الالتزام التام، وإن شاء الله يعني نصل إلى مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإن شاء الله نأمل أن تكون بعد 30/5 الإعلان عن مراحل التدريجية لعودة الحياة الطبيعية ضمن الإرشادات والتقيد بكل التوصيات الصحية. شكرا.